إذن بما أن أوامر الله هي صلة ما قبل الحياة بالحياة بالإضافة إلى صلة الخلق، وأن المحاسبة، إذا هلأ ربطنا الحياة بما قبلها برابطين، الرابطة الأولى هي الخلق، والرابطة الثانية هي الالتزام بأوامر الله، والمحاسبة عما يعمل الإنسان في الحياة هي صلة ما بعد الحياة بالحياة بالإضافة إلى صلة البعث والنشور. إذن مع ما قبلها هناك صلة الخلق وأوامر الله، وما بعدها هي المحاسبة لأنه في حساب، بالإضافة إلى صلة البعث والنشور، فإنه لا بد من أن تكون لهذه الحياة صلة بما قبلها وما بعدها، وأن تكون أحوال الإنسان فيها مقيدة بهذه الصلة. فالإنسان إذن يجب أن يكون سائرا في الحياة وفق أنظمة الله، وأن يعتقد أنه يحاسبه يوم القيامة على أعماله في الحياة الدنيا، وهذا ما رفضه الكافرون. الكافرون ماذا رفضوا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، لكن ما يريدون اتباع أوامر الله ولا يؤمنون بالبعث. قال من يحيي العظام وهي رميم. أما أنت أيها المسلم الذي وصلت إلى الإيمان بالطريق العقلي، يجب أن تعلم أن إيمانك هذا يستلزم منك، لأنه لا بد من أن تكون هناك صلة بين هذه الحياة الدنيا وبين ما قبلها وبين ما بعدها، وهذه الصلة تؤثر فيك أنت، لأنك أنت الذي تعيش في هذه الحياة. فمن هنا وجب عليك بحكم صلتك بما قبلها أن تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، أنه هو خلقك، وأن تعلم أن هناك حساب، وأنك سوف تبعث يوم القيامة، البعث والنشور والحساب. وبالتالي حياتك كلها في الحياة الدنيا، هذه المرحلة، يجب أن تكون مرتبطة بما قبل والبعد، لأن ما قبل وما بعد أهم من الواقع الآن الذي تعيشه أو هذه الحياة الدنيا، لأنها حياة، لأنها مرحلة مؤقتة، وما بعدها أهم منها، لأن ما بعدها حساب وحساب عسير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نجينا من هذا الحساب، وأن يجعلنا في هذه الحياة الدنيا سائرين وفق أنظمة الله، وفق أنظمة الله يعني العلاقة ما قبل، وأن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا يوم القيامة عن أعمالنا التي قمنا بها في هذه الحياة الدنيا وهذه الصلة مما بعد. وإذا تم لنا ذلك، بهذا يقول الشيخ قد وجد الفكر المستنير. ماذا قلنا؟ أنواع التفكير ثلاثة: السطحي والعميق والمستنير. التفكير المستنير وجد الآن لأنك أدركت ما قبل وما بعد. الفكر المستنير عما وراء الكون والحياة والإنسان، ووجد الفكر المستنير أيضا عن ما قبل الحياة وبعدها وعما بعدها، وأن لها صلة بما قبلها وما بعدها، وبهذا تكون العقدة الكبرى قد حلت جميعها بالعقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية حلت العقدة الكبرى. العقدة الكبرى من أين ولماذا وإلى أين؟ عندما أجابت هذه الإجابات التي تقنع العقل، مثل ما أقنعت عقلي أنا وأقنعت عقل مليار إنسان، فهي تقنع عقل المليارات الباقية لو تأملوا وتدبروا وتفكروا. فالعقيدة الإسلامية هي التي تحل العقد الكبرى، وتحلها بوجود هذا الفكر المستنير عن الكون والإنسان، حياة عما قبلها وعما بعدها. نعم.